اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي، معكم اخوكم مصطفى من المانيا فروم انسايد جيرماني. طبعا اليوم راح اجيكم بحلقه حلوه وجديده وقصيره. هاي الحلقه عباره عن هذا المكان اسمه فخوست كاوف. هذا المكان يعرضون به شغلات كلها مبرده ومكيفه. طبعا هاي الشغلات تكون بالبرادات، عباره عن لحوم كيك وهاي الشغلات وهاي السوالف. طبعا هذا المكان بالمانيا برلين موجود. المكان مالته طبعا مفتوح مثل ما تشوفون هنا، مفتوح من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، ويوم السبت همات من الساعة 10 الساعة 18. طبعا هذا المكان موجود برلين قدام المحطة اللي اسمها إليستا فيدا بلاتس. راح اخذ الساعة عربانة وادخل للمحل والبس الماسكة وابدي اصور لكم ان شاء الله. خليكم ويانا. طبعا مثل ما تشوفون هنا مثلا اكو عندنا هذا الجبن، جبن كبير يعني مثلا هذا كيلو كامل، او هنا عندنا هذه العلبة مع الاكتيفيا مثلا، يعني اكو هاي شغلات واحد يقدر يشتريها. هنا اكو مثلا هاي اللحوم، هاي اللحوم كلها تكون يعني اكثريتها تكون مع الخنزير مثلا، هذا يكون مع الخنزير، و يعني ما اشتري عن هاي السوالف. طبعا هواي السوالف اكو هنا موجودة بس شنو سعرها كلش رخيص عن السوق. يعني هنا عندك هذا السمك، هذا السمك يكون معلب. طبعا اكو هاي انواع بس هذا المحل يبيع هاي السوالف. ومثل ما تشوفون المحل كله يعني بس برادات بي، ماكو غير البرادات هنا، وكلها كميات كبيرة. مثلا هذا السلامي يسموه اللي هو عبارة عن حمات خنزير، سعره 5 يورو، يطلع كيلو كامل ورخيص كلش عن اللي السوق البرة. يعني شيء كلش رخيص وحلو يقدر واحد يشتري بكل سهولة. هنا عندك هذا ب 24 سنت، اللي هي تصير فاين بلتا، يعني الأوراق مال العنب، 24 سنت، يعني شقد رخيصة. راح اخذ من عندها، هاي حلال تكون، يكون بس بيها تمن ما بيها شي ثاني. هي سعرها برا بيورو 1 بس هنا سعرها يطلع تقريبا 30 سنت، يعني رخيص كلش. هنا مثل ما تشوفون مال الخنزير هو هيك سوالف، هاي ما اشتريها، اشتري بس الشغلات اللي عليها عروض موجودة. هنا نجي مثلا عندك هنا سوق مال الجزر، مال الخيار، مال مدري شنو، مال مانجو، مانجا. هنا هم سوق هواية، يعني هاي السوق تصير اسمها، يعني هيك يعني تاخذ تحطها بالقدر وتحميها وتاكلها بدون اي مشاكل. هنا مال دجاج، هذا هم مال كله مال دجاج. طبعا كل المحل ثلاجات مثل ما تشوفون، وكميات كبيره كلش. هنا أنا مثلا عندك هذه الفلفل معبى دجاج، اخوي معبى لحم، شويه غاليه ب 4000 يطلع 4 يورو. عندك هاي همات لحم مع الغنم، هذا كندو ولادة 6 يورو، شوية غالي بس رخيص عن السوق، يعني فصلية غالي. هنا عندك هاي الدوناتس هم موجودة، هذا الكيك بسكويت، هذا عندك همات كيك هنا موجود، كيك كلش حلو. هنا عندك همات الصمون مثل ما تشوفون، الصمون كله بالشياس كبيرة، و يعني كيس كلش كبير بيفد 20 صمونة ب2 يورو سعره. هاي الناس مشترية كل شي، يعني ما يبقى شي هنا، الناس تجي تشتري كل شي بسرعة. هنا عندك همات الموطة، آيس كريم، همات اسعارها كلش رخيصة وحلوة.
يعني كل شيء موجود هنا مثل ما تشوفون. هنا همات الصمون، انواع الصمون كلش حلوه. هنا هذا الصمون اللي بصل، بصل و هنا عندك البطاطا، انواع البطاطا همات موجوده، كل شيء موجود واسعارها رخيصه. هاي هنا للناس اللي تطبخ مثل هوايه يقدرون هنا يشترون من هاي الخضروات المجمدة رخيصة همات كلش. هنا عندك الفواكه المجمدة، الفراولة والتفاح. هاي البيتزا موجودة همات هنا، الوحدة بيورو تطلع، شي كلش رخيص. عندك همات بيتزا فيجان هم موجودة، كل شيء موجود مثل ما تشوفون. نعم مثل ما تشوفون همات اكو هذا الكرواسان مجمد، تاخذه بس وتدخله بالفرن وتحميه. نعم انواع الكيك والبسكويت. هاي يصير بنصها يعني مثل الكاكاو، تاخذه بس تحميها بالفرن. هذا عندك هنا انواع الكيك، هم موجودة، يعني كل شيء موجود هنا. هاي انواع الكيك، الكيك مثل بالفستق بالمعرف شنو. بعدين اسوي لكم حلقة ان شاء الله باليوتيوب وتشوفون بيها كل شيء. انواع الكيك البلمانية اشتري من هذين كلين واجربه ان شاء الله، بس عن قريب انتظرونا عن قريب. هذا انواع الخبز رويتكم اياه. هو المحل مو كلش كبير، يعني محل صغير، انا ما اخذت وايد شغلات بس جاي اصور لكم اياه. يعني نعدك هم خبز من هذا الكبير، خبز كبير. ما عندك أهم السوب، سوب جاهز هذا يسموه بونن توب، يعني فاصوليا وهاي الخضروات تحطها بالقدر وتحميها بالنار وتنطبخ عندك وجاهزة. ما هم اكو صمون، أنواع هواية، سمش معلب وكلش هواية أنواع. طبعا رخيصة، يعني هذا بيورو، هي بيورو نص طلع بالسوبر ماركت، هنا أنا بيورو يعني سعرها شوية زين مو كلش غالي. هذا التمن همات هنا عندك، تشيز كامل بيورو ابو الكيلو، بس هذا الاسود، هذا الفيجان يمكن يطلع اسود شكله. هنا هم عندك هذا الدجاج كنتاكي، دجاج بالفلفل، كل شيء موجود. شاي، هذا سمك شمات معلب، بطاطا، يعني كل شيء موجود مثل ما تشوفون. هنا عندكم بالخضروات بالدجاج، يعني اشكالكو شو الواحد يشتري موجود. هنا عندكم بسكويت من جهال مثل ما تشوفون. هنا همات هذا مال الخنزير، شغلات مال الخنزير همات موجودة هواي. هذا همبرجر همات، انواع السمك هنا هم موجودة، اللي هو هذا مثلا تنتن فيش غنقر ما اعرف شنو، هذا هواي انواع، يعني شنو اللي يحب الواحد موجود. هنا عندك هذا السمك همات العراقي موجود، تصير سمكة كبيرة مجمدة، يطلع سعرها 10 11 ولا ما ذلك. موطة همات موجودة، يعني كل شيء موجود، شغلات كلش هواية وحلوة يعني مرتبة. هاي الحبايب
يلا بس خليكم يعني راح اروح ادفع الحساب وارجع. عندكم حتى هاي البيتزا مثل ما قلت لكم اسمها مال فيجان، يعني هم دائما يجيبون شغلات هنا كل اسبوع مره مرتين تجي هنا وتلقى كل شيء موجود. تمام حبايب، يلا خليكم يعني. طبعا مثل ما قلت لكم هذا المحل بيه كل شيء، شغلات كلها مجمدة. مكانه صاير بالإلستفيدر بلاتس قبال هذا السوبر ماركت الكبير اللي موجود بالإلستفيدر بلاتس البي كوفلاند، وهذا صاير قدامه بالضبط أمامه فخوست كوف. يعني بيه شغلات هواية حلوة مرات الواحد ما يلقاها بالسوبر ماركت العادي أو بيها تخفيضات يجيبوها هنا بهذا المحل. تمام، هذا اكبر محل تقريبا مال شغلات مبرده برلين، ماكو غيره، هو واحد وبعدك واحد ثاني راح اصوركم اياه بعدين ان شاء الله. يلا اتمنى عجبتكم الحلقه مالت اليوم، ولا تنسون التعليق والمشاركه والمشاهده ودعم القناه. مع السلامه.